لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى، بداية السلام عليكم. حذرتم في بيانكم اليوم من الآثار الخطيرة لزيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، وتحديدا من يعني مذكرة التفاهم بين الطرفين. يعني ما هي التخوفات التي لديكم من هذه المذكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، كما تعلم يعني من خلال التصريحات اللي يعني أدلى بها المسؤولين، نكتشف حالة يعني أنه هناك نوع تستخدمه إيران في سياستها مع هذه الحكومة. أولا، لا توجد عملية تكافؤ، يعني لا توجد دولة مستقلة تتعامل مع دولة مستقلة بحيث تكون اتفاقيات متكافئة تمثل مصالح الشعبين العراقي والإيراني، وإنما من خلال كل التصريحات ومن خلال حتى البيان الحكومي هي مجرد مجموعة امتيازات لإيران، من ضمنها يعني على سبيل المثال يعني أنه العراق سيكون هو الساحة أو الرئة أو المتنفس الوحيد لإيران جراء الحصار الدولي المفروض عليها، بمعنى أنه مصلحة الشعب العراقي غائبة في كل المفردات البيان الصحفي الذي صدر. ثم هناك مسائل كثيرة، يعني لم يتم مناقشة الآثار السلبية التي يعني حصلت في العراق نتيجة سياسة إيران في العراق، بل بالعكس هناك إشادة بمواقف إيران، وتناسوا أنه كثير من مأساة العراق هي بسبب سياسة الحكومة الإيرانية في العراق، سواء على المجال السياسي، على المجال العسكري، على المجال الاقتصادي، على المجال الاجتماعي. آثار إيران في العراق مدمرة لا تقل عن آثار الاحتلال الأمريكي على العراق. هذه المخاوف أخي الكريم هي ليست نابعة يعني من توجسات فقط، وإنما هناك يعني مخاوف حقيقية بأن إيران الآن استخدمت هذه التفاهمات كيعني سياسة يعني قضم العراق شيئا فشيئا عبرها. بعد هذه التفاهمات ستكون هناك اتفاقات تكبل العراق ولا يصير مصلحة للعراق فيها. هذه المخاوف أخي نابعة من هذه الحكومة ليس لها حرص حقيقي على العراق ولا على ثروات العراق ولا على أرض العراق. إيران منذ الاحتلال إلى الآن تستثمر كثير من حقول النفط اللي في داخل الأراضي العراقية، تستثمرها في العمارة وفي غيرها وغير المكان. مياه الأنهر التي كانت روافد، كثير روافد من كل الروافد التي كانت تأتي إلى مياه دجلة قطعت من إيران، وحتى في الكارون وغيرها، وأسباب تلوث في البيئة في البصرة وغيرها، من زائدا الآثار السلبية لهذه الميليشيات العقائدية التي تدعمها إيران وهي تتبع لولي الفقيه. أضف إلى ذلك الأمراض الاجتماعية وغيرها التي ورثتها إيران، ومنها دخول المخدرات وغيرها إلى هذا البلد. فهذه المخاوف مبنية على أساس حقيقي بأن ما تريده إيران هو أكثر من هذا الحال، فبالتالي يعني احتلال إيران راح سيكون هو أسوأ من احتلال أمريكا. في بيانكم دكتور يحيى الطائي يعني ذكرتم أن مذكرة التفاهم بين إيران والحكومة في بغداد تجاهلت الأضرار التي سببتها إيران للعراق، واليوم تسدد أو يسدد العراق 4 مليارات دولار لإيران من الديون. من وجهة نظركم، بما أن الوضع الاقتصادي في العراق هو وضع سيء جدا ومتدهور، والدليل على ذلك هذه التظاهرات، يعني لا سيما الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، هنا ما تأثير هذه الاتفاقيات على الحال الاقتصادي للمواطن العراقي المتدهور بالأصل؟ أخي الكريم، المواطن العراقي هو الذي يدفع الضريبة الآن، ثرواته منهوبة، أمنه، استقراره، كل أموره يعني في تدني واضح. هذه الحكومة يعني مع شديد الأسف وكل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لن تمثل مصلحة الشعب العراقي، وإنما مصلحة يعني الملاذات الآمنة التي كانت توفر لهم في السابق. فبالتالي هذه استحقاقات، وجودهم في إيران ودعم إيران لهم في السابق، كل هذه وراها استحقاقات. الاستحقاقات الآن جاءت، يعني بدلا أن هناك تكون مطالبة بحقوق الشعب العراقي و تثبيت حقها في هذه الاتفاقيات، نرى انه الكل يتساهل، بل مصلحه العراق غائبه على العكس من كثير من المصالح الدول. كل دوله يجب ان تحافظ على مصالحها بعكس سياسه
المنطقة الخضراء الذين هم مصلحة إيران فوق مصلحة شعبهم وفوق مصلحة وطنهم. هذا يا أخي الكريم يعطي يعني حقيقة جلية وواضحة بأنه لا يمكن لهذه الطبقة السياسية أن تكون مخلصة للوطن أو تكون مخلصة للعراق أو تكون مخلصة لهذا الشعب الذي ضحى من أجل لقمة العيش ولا حتى هذه الآن لم يسلم عليها. الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.